السلام عليكم أصدقائنا، أبو ماشيش معاكم من آرارات للسياحة. اليوم راح نشرح لكم كيف تجدون وتتابعون الصور والتقارير التي ننشرها على الفيسبوك. بصراحة لقينا الكثير من الأسئلة من أصدقائنا ومتابعينا يسألون أين تختفي الصور والتقارير. مثلا يشاهد تقرير منشور على الفيسبوك، بعد لحظات أو بعد فترة يريد يتابع نفس التقرير يقول اختفى التقرير ما نقدر نشوفه. اليوم راح نشرح لكم كيفية العثور على هذا التقرير المختفي لكي تستطيع متابعته. المسألة سهلة، هو أما أن تشوف التقرير أي جهة اللي نشرتها، بما أنه الأسئلة توجهت إلى ناخذ مثال آرارات للسياحة، نشوف التقرير نشره آرارات للسياحة. أكو طريقتين، الطريقة الأولى والسهلة تعمل شير بلحظتها، تضغط شير اللي موجود تحت التقرير أو الصورة. الصورة أو التقرير تنتقل إلى صفحتك، من انتقلت إلى صفحتك راح تبقى بالصفحة مالتك. التقرير أو الصورة تقدر بأي لحظة تجي تفتح الصفحة الرئيسية اللي باسمك وتتابع التقرير. والآن راح نشوفكم إياه بالتفصيل من خلال الفيديو اللي راح نصوره حتى تشوفوا، يكون المسألة أسهل. نفتح صفحة الفيسبوك، بخانة البحث اكتب آرارات للسياحة. دخلنا طلع لنا آرارات للسياحة، هنا اضغط عليه. هذه الصفحة الرئيسية لآرارات، هنا موجود كلمة فوتوز، اضغط على الفوتو نشاهد هنا كلمة ألبومز، اضغط ألبوم تنفتح لنا ملفات. الملف الأول فيديوز، هذا الملف يحتوي كل الفيديوهات اللي نشرناها، اضغط عليه تشاهد كل الفيديوهات اللي معروضة اللي نشرناها بالتسلسل. تختار اي فيديو تريدها وفقط تضغط عليه يبدأ العرض. نرجع للصفحة الرئيسية، قلنا نضغط ألبوم، أول فايل يحتوي على الفيديوهات اللي عرضيها. الملفات الباقية كل فولدر يحتوي على مجموعة أخرى من الصور اللي احنا كوناها ونشرناها. تختار أي فايل أي فولدر تحتاجه، مثلا ناخذ هذا الفولدر نفتحه نضغط عليه، اللي هم أصدقائنا، هو أصدقاء آرارات للسياحة في أرمينيا. هذا الفولدر موجود بصور أصدقائنا اللي زاروا أرمينيا ونشرنا بها صورهم. تقدر تدخل وتشوف صورتك بالفايل هذا وتعمل عليه شير أو تكتب أي كومنت. وإذا سبق وأنت زرت أرمينيا وما عندنا صورك، ممكن ترسلنا صورتك حتى نعرضها لك بهذا الفايل. بالتسلسل موجودة كل الصور الأصدقاء. عندنا الآن صفحة أخرى، في خانة البحث اكتب أرمينيا. هذه الصفحة الصفحة الإعلانية لآرارات للسياحة، أيضا صفحتنا. ننزل جوا أرمينيا، هذه الصفحة يسموها فان بيج أو صفحة المعجبين أو محبي آرارات للسياحة. هنا شوف كلمة أرمينيا أضغط عليها، هذه أيضا صفحتنا. نشاهد هنا كلمة لايك، أضغط على كلمة لايك، فقط أضغط عليه يكون يوصلك تقاريرنا وتكون أحد الأصدقاء أيضا بهذه الصفحة. 4969 لايك. للعلم أصدقائنا أكثر من نص هذا الرقم هم ليسوا أصدقاء في آرارات للسياحة بل متابعين.
احنا سبق وان ارسلنا دعوات لاصدقائنا حتى يضغطوا هذه اللايك، للاسف الشديد هم الظاهر ما يعرفون يضغطون كلمة اللايك اللي موجود جوا اللينك، ولذلك ما يوصلهم تقاريرنا. لايك اضغط عليه يطلع لايك، يكون اشتركت بالتقارير توصلك واحدة بعد اخرى. هنا عندنا لو ننزل about، اضغط كلمة about، نشاهد بعض المعلومات عن عرارات السياحة وأرمينيا شيت مثل للاستفسار الموبايل. نحن مستعدون أن نستقبل عوائل البي آي بي وغيرها من الأمور، تقدر تطلع عليها بالتفصيل. ننزل جوا أن هذه الصفحة وجدت لتسهيل الأمر عليكم للتعرف على المواقع السياحية، تقدر تقرأ بالتفصيل. رقم الهاتف موجود. ننزل شوي لجوا موجود عندنا هنا لينك، هذا الرابط اللي هو رابط قناتنا على اليوتيوب، اضغط عليه يحولك على اليوتيوب. هذا الصفحة الخاصة بنا على اليوتيوب، قناة أرارات للسياحة أيضا باسمنا. هنا نشاهد كل التقارير، بعض التقارير اللي موجودة على ما موجودة على الفيسبوك هنا راح تلقاها. اضغط هذا السهم تلقى مجموعة أخرى من التقارير، تختارها أي فيو أول، أعرض كل التقارير، اضغط عليه يفتح لك مجموعة أخرى من التقارير بالتسلسل، تختار التقرير اللي تريدها. نرجع للفيسبوك سيرفيس، اضغط كلمة سيرفيس، أرارات للسياحة، الخدمات اللي تقدمها أرارات السياحة، تقدر تقراها وتطلع عليها. هنا نشاهد فيديو، كلمة فيديو، اضغط على الفيديو تفتح صفحة الفيديوهات. نزل تحت جولات أرارات للسياحة في أرمينيا، هنا التقارير وجولاتنا، اضغط هذا السهم يطلع لك مجموعة أخرى من التقارير والفيديوهات. نزل جوا أسرار تاريخ أرمينيا، تقارير باللغة العربية عن أرمينيا، أيضا مجموعة من التقارير هنا. هذه مجموعة هنا عندنا مجموعة خاصة من التقارير تخص إخواننا الآثوريين المقيمين في أرمينيا، عدة تقارير عن الآثوريين، لقاء مع كاهن الكنيسة الشرقية، رأس السنة الآشورية، ترجمة وقراءة خاص بالآشوريين، هذه خاصة بالإخوان الآثوريين. All videos، هنا هذا الـ All videos، كل الفيديوهات موجودة بهذه الحقل. اضغط Show more إذا ما طلعت عندك، يظهر عندك مجموعة أخرى من التقارير. ننزل للأسفل، اضغط بعد يطلع لك مجموعة أخرى وهكذا. Photos، اضغط Photos تفتح لك صفحة، أيضا تظهر لنا الصور اللي نشرناها، الصور تتعلق بالمواقع السياحية وأيضا أصدقائنا اللي زاروا أرمينيا ورافقناهم، وتوجد بعض الإعلانات اللي ناشريها، وأحيانا نتعمد بحذف أحد التقارير من على الفيسبوك، لكنكم تستطيعون مشاهدته على اليوتيوب. ننزل أسفل مجموعة صور الشقق اللي نتعامل بها، نأجرها للعوائل السواح القادمين إلى أرمينيا، تقدر تفتحها وتطلع عليها. أي القصد يعني هذه الشقق اللي نأجرها بهذا المستوى. إن شاء الله بعد هذا الشرح توضحت الأمور وصارت المسألة سهلة. أي استفسار عندكم تقدرون تتصلون بنا عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب أو الفايبر، أرقامنا دائما موجودة مرفقة مع كل تقاريرنا. تابعوا تقاريرنا باستمرار، وأي استفسار أي معلومة عن أرمينيا احنا مستعدين نزودكم بها. إلى اللقاء أصدقائنا.